به. سي عبد الباقي كنجيك في تعليق على كل ما قاعد يدور حول المنتخب الوطني التونسي، كل هالتحاليل الفنيه ما نعرفش، مش باش ناخذ رايك في التشكيله شكون يلزم يلعب وشكون لا، ولكن مثلا تو سي وجدي يقول لك ينجم معز حسن يكون حارس المنتخب في المقابله هذه ولا في زوز مقابلات، ما نعرفش توافق والا حسب رايي انا مانيش فني ملاحظ. انا بالنسبه لي معز حسن ما يستحقش مكانه حتى في النادي الافريقي، وموجود هو مسبق على جول الاخير منه في النادي الافريقي، في النادي الافريقي بيدها قبل ما نوصل ليكيب ناسيونال. الاخر بونتو الكلام على المستير ديجا موش نتاع ان جران غارديان اللي يجب ان ينتزع مكانه في النادي الافريقي، ما نحكيش على المنتخب دون نقاش، فهمت؟ واعتقد انه الجول الاخر صغير ولد الكلوب زاد اللي في بنغردان تو لعبيدي كان يستحق ربما لفته من طرف النادي الافريقي قبل ثم نشوفوا المنتخب، لانه لعبيدي ولد المنتخب يظل في ليجان نوس يوسف اللي في بنغردان تو يظهر لي كاتيجوري جونيور ديجان كل تعدى فيهم. اكثر من ذلك الجول اللي انا بالنسبه لي يعجبني برشا معناها وكنت قاعد تستنى فيه، مالوريزمون ايزون فريني المسيره نتاعو اللي هو الفرحاتي بكل صراحه. بون دحمان سيفري مر بفتره نفسانيه صعيبه، ولكن سي وجدي يعرف انه بالنسبه ليكيب ناسيونال اون فوا اون تروف ان غارديان سي مشكله لازم نكونوا حلوا لومبيونس في ليكيب ناسيونال، خاصه سي عبد الباقي باللي صار في حراسه المرمى مع المنتخب الوطني التونسي في العامين الاخرانيين، مونديال نمشيو باربع حراس ما نعرفوش شكون البريمير غارديان، يظهر لي الباب تسكر نتاع اول حارس، مقابله وديه، مقابله رسميه، مقابله سهله، مقابله صعيبه، عندك حارس اول هو اللي يلعب تيتولير يظهر لي كيما في العالم الكل. تقول لي انا ما نراش انه فما مثلا في منتخب فرنسا ما يظهر في ثلاث ايام. اي يلعب الحارس نفس الحارس. ما علاش اربع حراس؟ أربع حراس ثلاثة مشاو أربع حراس ثلاثة حراس إلى كونفوكي كاتر غارديان إي باش على في حالة إصابة مثلا عتوغا اللي تي انديسكوتابل أنا كانوا أربع قبول زادة في ليكيب ناسيونال ولا ثلاثة في ليكيب ناسيونال عتوغا سي عتوغا معناها عتوغا لا مقارنة ماتش أميكال ماتش لا عتوغا أمان وقت عتوغا ثم المرحوم عبد الله الطرابلسي وما أدراك ثم لمين بن عزيزة وما أدراك ثم قولة في مستوى عالي نايلي. نهار اللي طاح عتوغا كاريمون طاح وقتاش التالي جاب النايلي وقت اللي عمره ما كان في ليكيب ناسيونال قبل الارجنتين النايلي صحيح. طول جابه هنا جي عيد المدرب فهمت طف عيط للنايلي وجاب النايلي معناها افوار ان غارديان تيتولير هو ديما موجود سي تري امبورتون في الفريق وخاصه في منتخب وطني صحيح. احنا تو قلنا حمدنا ربي لقينا جول ترسم معنا في ليكيب ناسيونال واعتقد انه الجو تقول لي انت نعطيه فرصه وقت نقول لك نعطيه فرصه بور لي جورنالور وقت نجرب العرفاوي انا سامحني معز حسن نخذيها على الفرصه في ليكيب ناسيونال في الكومبيتيسيون اوفيسيال لا قدر الله دحمان تضرب تجيب حارس معاه دوزيام غارديان بتاعك بن سعيد ايه ما لازم يكون عنده طون جو هو في المنتخب ماهوش مخدم مع المدافعين نتاعو بن سعيد عنده طون دو جو في الشامبيونات انا نقول لك توا احسن حارس توا في البطوله التونسيه هو معز حسن لا نحترم رايك نحترم رايك انا بالنسبه لي معز حسن معز حسن على بونتو احسن حارس حوار مع جماعه كيف بونتو تعريف بونتو بونتو الناس الفريق نتاعو الفريق نتاعو قابل اقل اهداف نجبد لك حتى النادي الافريقي الفريق نتاعو قابل اقل عدد اهداف في البطوله شعبيه مش مشكله احنا مش هذا معناها هي رؤيه وهو مدرب وفني وعنده رؤيه ويعرف شو يقول معناها سي وجدي سي كونفيكسيون انا قلت لك رؤيه ملاحظ ليست رؤيه فني معناها رؤيه مواكب فهمت ولكن يقولها قول راي ونقول راي واللي هو زاد مبني زاد حتى على اراء نتاع فنيين اخرين ونتاع اراء نتاع ملاحظين ونتاع ناس مواكبين واني قلت لك ما نمشيش لليكيب ناسيونال انا في معز حسن جو ديسكوت معز حسن في الكلوب افريكان بالنسبه لي اوقف طموحات الفرحاتي اللي كان يجم يكون ان فيتور جران غارديان بور ليكيب ناسيونال وراه الوليد العبيدي زاد كيف وسافوار ثم في الليتوال زاد الوليد القزاح ورينا من ميش اللي هو بور لي جون زاد كيف فيه طميع معناها ثم ولا لازم تاخذ حظوظها في الانديه نتاعها باش نقاو في المنتخب تكون عندك قاعده نتاع اختيار مش كيما تو تحصر القادري في ثلاثه اربعه سامي لازمنا نوسعوها القاعده والقاعده هذه ما تتوسع الا بالانديه كي تتشجع الانديه وتعطي الفرص لمثل هؤلاء الحراس اللي هما واعدين وبينوا انهم هما واعدين ونتذكروا عملناه للموسم نتاع الفرحاتي مع اتحاد بنغردان كان موسم اكسبسيونيل صحيح وعمل فيه معناها ماتشوات كبيره برشا ثم تودنكو يجي يلقى روحه رجع قاعد على البنك يتفرج مشط طويل زوز بونتوات بالنسبه لي ما نحملوا فيهم حتى مسؤوليه ولكن حتى لو كانوا يتحمل فيهم مسؤوليه حتى كان يحملوه المسؤوليه هي مسؤوليه بقائه على بنك عنده مده هو يتفرج معناها مش قاعد يلعب
فهمت؟ في حين اني انا جو فوا بيان انه مش انا يعني قلت لك برشا فنيين يقول لك الميريت سا بلاس معناها وهذا رايك.